النهارده كان خبر مهم جدا لكرة القدم في النادي الأهلي. النهارده 30 نوفمبر إعلان القائمة الأساسية أو القائمة قائمة اللاعبين للموسم الجديد علشان القيد، وبكره إن شاء الله تعالى بداية مباراة الكأس اللي الأندية مسموح لها تلعبها بالقائمة الجديدة. النادي الأهلي استبعد من القائمة 3 لاعبين. كابتن صالح جمعه وتم توجيه الشكر ليه وحصل على الاستغناء الخاص بيه، اصبح حر للانتقال في اي مكان. خلاص ده محسوم. فتم فسخ العلاقه بالتراضي. نتمنى له التوفيق والشفاء يا رب ان شاء الله. رقم 2 اليوباجي. اليوباجي راس الحربه عنده عروض زي ما عرفنا من الكابتن. بس عايز اصلح مصطلح. هو ما استبعدش، هو اجل. لا بالنسبه لصالح بره. صالح بره، لكن بالنسبه لباجي واحمد الشيخ موقفهم تحت التفاوض لان جاي لهم عروض. فاجل للقائمه الثانيه. لو العروض جت هيخلص، ما جاتش العروض ربما يعني يكون يبقى باجي واحمد الشيخ في انتظار حسم انتقالاتهم سواء على سبيل البيع او الاعاره. باجي عنده عرض من احد الانديه الفرنسيه وعنده عرض محلي، واحمد الشيخ عنده عرض من التشيك وعرض محلي. خلال الساعات القليله القادمه يحسم امرهما، لكن زي ما بقول لكم الثلاثه خلت هذه القائمة اللي ضمت 27 لاعب، منهم ال 27 اللي تم قيدهم باشمهندس محمد الشناوي وعلو لطفي في حراسة المرمى، مصطفى شوبير طبعا متسجل تحت السن، محمد هاني وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وسعد سمير وايمن اشرف وبدر بنون واحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد والو ديانج وعمرو السلية وحمدي فتحي واكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاييه ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو صلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن. طبعا تم تأجيل قيد محمود متولي وكريم ندفد ومحمد محمود الثلاثي المصاب اللي تحت التأهيل لفترة طويلة، تم تأجيلهم لقيدهم في القيد الشتوي في فبراير إن شاء الله. ملاحظتي على القائمة حاجات مهمة جدا. احمد ياسر ريان خلاص اذا تم عودته. بيجي كده حسم امر انتقاله لانه عدد الاجانب كده العدد يا القانوني. يا سيدي كويس. ما احنا بيجي انا بقول مرتبط بعدد الاجانب مؤجل، معلش ما مش هنرجع عشان ما نضيعش وقتنا في الحته دي، مؤجل لحين حسم الموقف التفاوضي بتاع احمد الشيخ وبيجي. سيبك بقى من ده. خلينا نتكلم على القايمه. انت عشان كده سجلت احمد ياسر ريان كفيرو. انت دلوقتي بتلعب باثنين صاعدين زائد مروان محسن. تمام. ادي الفراوده زائد شريف. عودة شريف ممكن يلعبها يعني وممكن يلعب طرف. الملاحظه الثانيه سعد سمير بقى جوه القايمه. ليه انا بقول لك كده؟ عشان لما نشوف موقف كريم ندفد ومحمد محمود نتفهم ومحمود متولي نتفهم اللي حصل معاه. هو ده اللي كان حصل معاه وحصل مع كذا لاعب قبل كده. فهو ده. هو انت شايف ان دول مش هيلحقوا، فمستني عليهم لما باذن الله يلحقوا في الانتقالات يعني بعد كام شهر يكون تمام الشفاء باذن الله وتستعيد القائمه استكمال كل قدراتها. طيب اخبار المسحات، لان نتائج المسحات بقت من الاخبار المهمه جدا في الرياضه. كابتن سيد عبد الحفيظ قال لي كنا عملنا مسحه لوليد سليمان طلعت سلبية، فقلنا خير والحمد لله. الجديدة طلعت إيجابية، فتعملت له واحدة تانية في انتظار نتيجتها، فبالتالي هو بره قائمة مباراة الاتحاد. أيضا كانت القائمة أو العينة إيجابية لألو ديانج ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وطبعا صالح جمعة، وأضيف إليهم صلاح محسن عشان يستمر هؤلاء في العزل المنزلي تحت العلاج. وهو هنا نلاحظ بقى إيه؟ سيبك من الكابتن وليد سليمان وديانج ديانج نلاحظ ان بالنسبه حتى لصغار السن هتبتدي العمليه لازم يخلوا بالهم يدخلوا لازم يخلوا بالهم قوي.